هلو جايز، مساء الخير، حياكم الله في قناتي على اليوتيوب. معاكم محمد دييغو، واليوم عندنا فيديو فتح طلبية من موقع علي اكسبرس. خلونا نبلش. مثل ما شفتوا ان اليوم عندنا فتح طلبية من علي اكسبرس. الاغراض اللي توصل من علي اكسبرس، نرد نكرر ونقول ان ما توصل بطلبية واحدة، كل قطعة توصل بروح، لأنه يختلف عن شيئين، يختلف عن فورديل، يختلف عن نمشي وغيرهم، يعتبر عن متاجر في موقع واحد. لكن بالمواقع الباجية يعتبر متجر واحد قاعد تسوقون منه. ليش علي إكسبرس عندهم ديل حلوة، عندهم أغراض حلوة، وصراحة ما يعني ما خدعوني بولا شيء لحد الحين بكل أمانة. يعني هذول ملوت النادي بس قاعدين. عموما خلونا نبلش ناخذ السلع. اوكي، خلونا نبلش باول شيء عندي هني. مكتوب عليه موبايل فون شل. مرات ترى ما ينكتب، لكن خلينا نشوف شنو في هذا. هذا كنت طالبه وعاجبني. طبعا مثل ما قلنا قبل لا ابلش، اذا شفتوا البنر اللي هني، اذا سويت كذي يعني نار، يا سويت كذي يعني مو شيء، يا سويت كذي يعني يعني، ويا سويت شيء يعني معناته بروح حق خياط حق الملابس. اوكي، يعني انا عندي تعقيب راح يكون هني وتعقيب هني اللي انتم قاعد تشوفونه. حبيت، ما توقعت كواليتي كذي حلو. لا حبيته صدق. لحظه، لا كواليتيه وايد حلو وسعره وايد حلو. انا مرات احط لكم الاسعار. حبيته حبيته حبيته. نايس، حلو صح تاكله. نايس. اللي بعده عندنا هذه، هم مكتوب فون كيس. اوه، هذول شغلتين. اول شغله راح اوريها معاكم، شوفوا الكيس مال الايربودز، حبيته وايد حلو. كنت شايفهم باعلان موقع ثاني، لكن هذول هني والله هني جبار. انا قاعد اشوف شكله، لكن هني ما ادري اذا انا ايش قاعد اسوي، بس حبيت حبيت حبيت، وايد حلو شكله. نايس على برجر، حبيت. اي لاف اي لاف هذه القطعه، موفقه. الحين راح اطلب شخص يدخل الست اساس نفاجئ بالشيء اللي احنا طلبنا له اياه. محسن تعال حياك. توقعون شنو اللي انا طالبه حق محسن؟ شيء هو صدق يبي. تعال، يمكن ما يبين على محسن فوكس، خليك بمستواي شوي. اوكي. انت كنت تبيها صح؟ ايه، بس في مشكله. ادري ادري شو مشكلتك. مشكلتك ان سماعاتك مبيوقف. تصدق بعد حبيت ان ستيل على فراوله. لا حلوه حلوه جد حلوه. تقييمك؟ والله 10 على 10 صج، اقسم بالله. اشوفها صج كواليتيها وايد حلوه يا جماعه مقارنه بسعرها. يابسه. هاك، يلا مع السلامة محسن، إذا في شغل ثاني راح أقول لك. مثل ما قاعد تشوفون السلعة كاهية على الجنب، راح أقيم لكم بعض الأغراض حتى اللي محسن طالبهم. كواليتيهم وايد حلو، موفقين جدا. I love I love. السلعة اللي بعدها هم AirPods كفر، هذول حق السماعات الأبل. حبيت صدقنا غلج وعود، بس حلو، ما توقع كذي كواليتية. طه حلو شكله، شوفي مو حبيت. انا هني اقول احبيت، بس هناك ما ادري اذا مع السماعات شلون شكله. حبيت حبيت كواليتيهم حلو، كواليتيهم جبار. يا اللي بعده، السلعة اللي بعدها مكتوب عليهم منشر توبلت. عرفتهم هذولا، هذول هارنسات ويا بلوزه كانت بخاطري. اللي ذكرون فيديوهات القديمه طلبتها قبل اعرف موضوع القياس، وصلتني الحين بقياسي، ان شاء الله يكون قياسي. هذه
كنت ابيها صج فتبين بالفيديو مثل ما قلنا كذي واو كذي لا كذي خياط كذي إيه يعني. فهذه اول وحده. بعدين اي وراها اللي هو خلنا ناخذ الهارنس الاسود هذا مو جلد هالمره ماخذ الربر او النايلون هارنسات احبهم باللبس بس ما ادري ليش حسيت ان هذا كبير سايزه هني يبين كبير لكن هناك ما ادري اذا انا سعيد اي دونت نو بس انا سعيد بهذه انا ادري لكن هذا ما ادري جاي يبين معاكم هني مع سعره. وهذا اللون الثاني اللي هو اللون الابيض هم هارنس شوفوا ابيض هم حلوين بس هني شنو قاعد يبين انا ما ادري المشكله مكتوب عليهم ام اللي هو ميديوم مع ان هذول بالموقع مو مكتوب عليهم سايزات يعني ما ادري الابيض او الاسود اي دونت نو راح يبين هني بهالفيديو بس هني انا خايف انه كبار بس هذه بوسه. اللي بعده القطعه اللي بعدها او دوغ كلوز ملابس حق مينا وتشيكو اختي ترى قاعده هناك بالكواليس لا تشوفون يوم سمعت ايش سوت على طول هفزت شي تبي تطالع ورخاص رخاص رخاص حبيت اسعارهم والله وايدين طالب لهم. اوكي نبلش باول قطعه هذه اول قطعه شوف كنا طالبين عنابي قبل عرفت سايزات مينا وتشيكو اعتقد فيديو القياسات نزل انا كنت لابس هذا نفسه بنفسه وانا مصور لكم اياه حتى عسكم الله الدوغز والكاتس ترى لهم قياس ان تقيسوا لهم اساس تاخذون هذا لون الاورنج وايت اي لاف وايت حبيت طبعا الاورنج معروف حق منو البينك هم وصل كاهو حبيت 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 كواليتيهم وايد حلو وقاعد يبينون بالفيديوهات حبيت البينك بعد اوكي وبعد شنو عندنا حتى عقمينا وتشيكو ما اخذت كل الالوان بس ما اخذ نفس القصه بالوان ثانيه الاسود هم ما اخذه هذا اسود ولا كحلي كحلي شكله يا هم هذا واحد ثاني قاعد تشوفونه بالفيديو اللي على كتر على جنب مينا شوفي حقك هذا حلو عاد مينو حامل بعد ما ادري اذا هالفيديو نزل مينو ولدت ولا للحين اوه هذا حق تشيكو شوفوا على مينيونز يا لو بعد طباقيات من قدام احسن حق التلبيس وايد اسهل ان شاء الله على سايزاتهم قاعد يبين بالفيديو على كتر اوكي وهذول هذا حق مينا طبعا هلو كيتي هم بطباقيات حسافة الطبعة حرارية ما أحب الطبعة حرارية بس I think إنه راح يطلع وايد حلو على مينا هاللون هذا حبيته وهذول عجبوني صراحة هما بجايم بس حق القشتة كيوت مع دندوشة من فوق ونجوم طبعا للحين انا 18/6 اكمل 31 سنه يا جماعه فاليوم قاعد نصوره بليله عيد ميلادي حبيت هذا اوكي وانتم بخير وانتم بخير صحه وسلامه اللي قاعد يكتبون بالكومنتات تحت هذا عجبني انا اموت على الاشياء الملونه اللي تشي فيها حركات شوف شوف هم مع دندوشه حبيت 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 الله لو في منه بلوزه حقي هسه حلو احب الالوان اللي كذي نايس تقييمي لهم كلهم هني 10 10 of 10 بس هني ما ادري عاد خيبين يعني اذا الاخت والاخ عجبوهم او لا اللي بعده كذي يا جماعه تعتبر طلبيتنا من علي اكسبرس خلصت اليوم علي اكسبرس ما راح اوقف منه طلبيات مكمل لانه وايد عجيب ان شاء الله عجبتكم طلبية اليوم لا تنسون تدعمونا في لايك وشير واذا حابين تسوون سبسكرايب حق القناة
هذا الزر يسوي لكم سبسكرايب، وفي فيديوهات ثانية قاعدين تشوفونها هني، وانستغرام يحط لكم برابط الوصف. نشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم، إن شاء الله استمتعتوا فيه. Much love and respect. كان معاكم محمد Diego. See you. Bye bye.